سي بشير يحيى، جيتنا من قفصة البيا، مرحبا بك. ومرحبا بكل أهالينا في قفصة. سيادتك تقول أنك متعرض لمظلمة كبيرة برشا. سيادتك كنت تخدم في الحظائر بصفة وقتية، تخلص في 150 دينار وجبت لنا الفيش دو بي نتاعك، شاركت في، تقول أنك أب لأطفال خمسة صغيرات، ربي يفضلهم لك. 150 دينار شهرية ما تعمل لك حد شيء، على ذلك أنت سعيد ومشيت عديت مناظرة في شركة البيئة والبستنة والغراسات، وقع قبولك في هذه الشركة، لكن من بعد حسب كلامك أنت وجبت لنا أنت الوثائق نحاولك اسمك ورفضوك، والسبب حاطين انك انت تخدم في الحظائر، حاطين انك تخلص في 350 دينار، وانت جبت لنا ما يثبت انك تخلص فقط في 150 دينار. باش تحدثنا انت ابدلنا من الاول يا بابا. للاسف الشديد خلينا نقول موجوده ان الوثائق قدامي وفيها انهم صغيراتك انقطعوا عن الدراسة لأسباب مادية، لحد الآن انقطعوا عن الدراسة، بعثوا لك من المدرسة نتاعهم المدير نتاع السي، قلت لهم راني نخلص فقط في 150 دينار ومصير بقية صغيراتك مازال مجهول. حدثنا من الأول بالكل شنو اللي صار، عرفنا بروحك ساعة. بشير يحيى من منطقة بير سعد معتمدة القطار ولاية قفصة، متعرض لمظلمة، مظلمة كبيرة مش صغيرة، عندي هنا ولا هي فهمتي، عندي هنا كبيرة ياسر. علاش؟ عندي صاحب عائلة على خاطر أنا، معناها العائلة تتركب من سبعة صغار، سبعة معناها خمسة صغار والأم والبا. نخدم في الحظيرة معناها ب 150 ألف. جات المناظرة هذه نتاع شركة البيئة والغراسة والبسنة، قدمت الدوسي نتاعي، بعثت كما بعثت ناس، سيت الأوراق، والله صدقيني حتى وقتها يطلبوا علينا الكرني نتاع ترى شو يقولوا له، جبت مسند، شريت معناها قطعه تشري فيه من العباد، جبت ركبت وجبت مسند 60 كيلومتر، وقدم الدوسي كما الناس الكل، وقع معناها قبولي. خرجت الورقه نتاعي معناها ونستنى باش نخدم، نستنى وقتاش باش يعيطوا لي باش نخدم. ولذا عيطوا لاصحابي، جيت نشوف، مشيت رجعت البيبلينات، خرجت ورقه مرفوض. علاش مرفوض؟ كاتبين لي هاوينه في الورق عندها مورد رزق. شنو هو المورد رزق؟ ما عنديش حتى حاجه من غير 151 153 دينار، ما عنديش حتى مورد رزق اخر. اذا كان هذا في تونس نكسي منه وصغاري ونقري منه بالله كيعود دواء، معناها الدواء اللي يقتل حشاك الفيران نشرو بها ل 150 الف، ما يقتلناش احنا السبعه صدقيني. إذا كان الدولة معناها ولا المسؤولين هذوما، السيد المعتمد والسي العمدة، السي العمدة اللي يعرفني، ما أنا حق المعرفة، جاري يعرفني راهو، فهمتي؟ ما نتكلمش حتى كلمة، معناها اللي يقول معناها في قفاية كلمة يجي قدامي يقولها. قلت لي كاري زاد. وكاري نعم، هاتو نحكي لك، أنا كنت في المنطقة. باهي. أنا نجحت في 2014 15 خدمة جماعة 16 17 18 هزيت صغاري ورحلت القفص للولاية. هانا تو تلقي معناها يقول ماهوش موجود، المعتمد يقول ماهوش موجود في دائرة المعتمدية، اللي أنا معناها نجحت في 2014 وأصحابي خدموا في 2015، وأنا حولت القفصة في 2018. فهمت؟ يحب يزيد معناها. فما معلومة مهمة جدا أنا ماذا بيا نقولها تويكا، تحصلت على حكم من المحكمة الإداري لفائتك، أنصفتك المحكمة نعم، وأمرت بي أنه ما يرجعوك لخدمتك، يعني تتقبل في المناظرة هذه وتدخل تخدم في الشركة هذية نعم، وما نجمتش تنفذ عليهم. ما نجمش. علاش؟ ما نجمش على خاطر نمشي أي حتى نسميك حتى بالاسم، أنا هذو المنفذ اللي نمشي له يقول لي ما نفذش على الولاية، وهزوا لي فلوسي، هزوا من عندي الفلوس ومن بعد تالي ما نفذوش، وسمى اللي نمشي له يقول لي راه ما نفذش على الولي. ديجا معناها دور تعليم، نجم نقول دور تعليم العضو المنفذ في قفصه الكل. علاش ما ينفذوش على الولاية؟ دوله ما نفذش على الدوله، ما نعرفش، هذه سر المهنه نتاعهم هما، الله اعلم. ربما الوالي معناها يشكي يدخل من الحبس ولا ينحي من خدمتهم ولا الله اعلم، هذه امورهم. فهمتي؟ انا عندي ايش اسمه المحامي، شفتي الواحد كي يجي يغيب عليه الاسم، مش لازم اسامي، محامي اعطيته 400 الف، ومحامي اعطيته 650 الف،
وعد المنفذ عطيته 100,000 بخلاف جوابات بجوابات اللي نبعث فيها معناها للوالي راهو عندي كل شيء عندي ما يثبت راهو عندي عبيت نقول لك عبيت برويت اوراق يا سيد الوالي راني كذا يا سيد الوالي راني معناها مظلوم يا سيد الوالي منها بعثت مني كما قلت لك معناها بحثنا هوانا الاستدعاء كي شفتيه وما صورت ما صورت شيء علاش ما صورتش فهمتي احنا في بلادنا حسب ما اظن انا القليل كمل القليل مش يعاونوه في بلادنا خاصة في المنطقة نتاعنا القليل هذاك هو اللي عفسوه واللي بس عليه هذاك اللي يطلعوه أنا نحب نعرف بشكون بدلوني ونعرف بشكون بدلوني نعرف بشكون أما أنت مزادة تنجم وتعرفوا بشكون بدلوني وإذا كان معناها السيد اللي بدلوني به يشريني بكلي بصغاري ما أعطاها ما أعطاني رب وأنا اللي عندي 153,000 يقولوا عنده مورد رزق مش لازمتها الخدمة هاني خرجت منها الخدمة وما جتني حتى شهرية التوة خرجت عمري 60 من مارس من أول أفريل أفريل وماي وجوان وجويل وأوت وسبتمبر وهذا أكتوبر اللي يخرج يعطوه 180,000 حتى 180 ما زيتهاش أنا سبع شهور التوة ما عنديش حتى فرنك لا عندي معناها منحة متاع معوزين ولا عندي معناها شهرية ولا عندي ولد شهار عندي وليد عامل حنوت في حي في قفصه في حي نور عامل حوينيت نتاع كيس كروتات هاك الشبات وكل واحد فهمتي قلت لي صغيراتك خرجوا من القرايه ثلاثه وبعثوا لي يبعث لي المدير يقول لي راهم صغارك خرجوا من القرايه تعرف مشيت للوالي قابلت الوالي قال لي ما عندي ما نعمل لك يا سيد ولي راهم ولادي ما نهبطوا مش مصغاش بيا والله قسما بالله الا تلفت لي وليد عليا شكون هو عندك حكم المحكمه اي ما عندي حكم المحكمه بالحكم انا بالحكم هذاك عطيته للمحامين فهمتي عندي حكم المحكمه كيما قلت لك الحكم هذا ما يتنفذش ما يتنفذش ما ناش باش نعمل به انا يا اخي ما لا ليش رئيس محكمه رئيس محكمه وشواش وشرطه ومحكمه مالك الوراق هذه ما تقضيش ما لا نهي يقولوا لي برا للمحكمه الابتدائيه عاود معناها قضيه اخرى المحكمه الابتدائيه تظن المحامين إذا كان نصفاتك المحكمة الابتدائية تعالى لهذه مش محكمة هذه مش محكمة يا أخي هذه أعطيها الرشوة أنا باك أعطيها الرشوة أنا قلت والله نعرفها مسكين رئيس المحكمة ما كيما هيك على المؤيدات نتاعي على أوراقي على حالتي سهل عليا شهاد أي إنسان يا ودي أنا ومستعد زاد التو مستعد يجوني مرشدين ماهوش مش من مش مرشدنا بتاع الدار عينوا لي مرشد من والله يكون يعينوا لي مرشد من توصل خلص اقسم بالله نخلصه ويمشي بالحاله اللي نعيش فيها انا ويعيشوا فيها صاري تو حاليا كاني مانيش تونسي ومانيش تونسي ها تونسي انا كان تصويت مشيت صوت في الانتخابات من غير شك واجب هذاك هذاك واجب عليا ولكن انا اعطيت واجبي اعطيني حتى انت عشيري الصغيرات خدم لي ولدي اللي هامل في جربه ونهار كل يتهدد باش يحرق اقسم بالله كل يوم يقول لي ما نهدي باش نحرق باش نحرق عليه يا سيدي ما قبلتونيش انا ربما كبير ها ولدي عمره 25 سنه بطال يتهم في جربه خدموه هو خدموا لي ولد خدموا لي بنت قد ما نحكي لك معناها شو نزيدك اخر هذاك الحكم هذاك خلاصي هذيك الشهاده نتاع نتاع شهادة كفاءة مهنية هذيك شهادة عمل نتاع لبسنا كل شيء عندي قعدوا لي قلت له الأوراق هذوما نتاع أولادي ما جبتهمش أعطيني رقم الفاكس الفاكس فيهم لك لهنا باهي شنو تقول للمسؤولين اللي يتفرجوا فيك؟ شنو تطلب؟ المسؤولين والله شو نقول لك؟ كان المسؤولين قبل ضروني وكان المسؤولين تو فلربما معناها في كيما يقولوا فيها تونس جديدة فلربما نقول لهم أنا شوفوا حالتي وشوفوا راقي وما عنديش حتى حاجة متقية المشاهدة أقوى دليل اللي يحب يعرف يجي يطلع عليا اللي يحب يجي يعرفني أنا ويسمعني ويحب يصدق يسأل عليا ويجي يعمل طلع مش باش يسمعني وكهو معناها انت كي عديت الكونكور هذا يا بابا على اساس كي باش تتقبل وتدخل شركه البسنة باش تتخلى على الخدمه بتاعك في الحضانه من غير شك اللي تخلص فيها في حاجه معروفه
مشيت للوالي وقلت السيد الوالي والسيد المعتمد يودي نمشي نكتب استقالتي انا وكان ندري تنحوني على 150 الف انا راني مشيت نخدم في المرمى ونبطلها هذه هاي تغربت هزيت ساكي ومشيت زرزيس ولا احنا موالفين بزرزيس وكل البر القبلي نمشي نخدم غادي ما كنتش نتصور انا العمده لو قلت له قلت له كان عارف ينحوني يعني كان عارف ينحوني على 150 الف قال لي 150 الف شكون تيحسبها